السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واهلا بيكم معايا النهارده في تجربه جديده من تجاربي في امريكا. النهارده جاي اتكلم معاكم على موضوع مهم وحاجه يعني غلسه شويه، مغلفه على كتير من جيلنا، هو القولون. القولون كتير جدا بيعاني منه، وهو يعني مشاكله كتيره والامه غلسه جدا وصعبه وبتضايق وبتخنق. وفي كتير مننا بياخد حاجات طبيعية، وفي كتير ماشي بياخد دواء عند اللزوم يعني لما يكون تعبان. بس انا من واحدة من الناس، لما جيت هنا كنت جايبة معايا العلاج بتاعي من مصر، ولما جيت طبعا كان عندي مشكلة ان انا الاقي، لما العلاج خلص ان انا الاقيه هو. وبلاقي كتير جدا بيدوروا على الموضوع ده، ودورت في الموضوع واكتشفت كمان، وجاي النهاردة اقول لكم خلاصة تجربتي. هنبدأ مع بعض الاول بالاعشاب. في اعشاب كتيره جدا بتهدي القولون وبتعالج القولون. من الاعشاب دي معروف طبعا النعناع. عندي النعناع اللي هو ده، اللي هو اهو اسمه نعناع، اللي هو المنت طبعا معروف، منت ليفز. ده نعناع مفروم وجاهز، يعني ممكن تستخدميه في الاكل، ممكن تستخدميه مع الشاي. النعناع معروف ان هو بيخفف مشاكل الجهاز الهضمي والقولون العصبي، وبيهدي الامعاء، وبيخفف الام البطن، وبيقلل الانتفاخ. معروف ان لو انت عندك انتفاخ او كده بنشرب النعناع. تاني حاجة عندي حلوة جدا للقولون، اليانسون، حبوب اليانسون. ادي اسم اليانسون اهو، عشان اللي مش عارف اسمه، ده اليانسون موجود عندي هنا في امريكا. اليانسون كويس جدا ان هو مهدي، بيهدي القولون وبيهدي لو في اي التهاب، وبيعالج الامساك الناتج عن القولون. يعني في ناس بيجي معاها القولون بامساك، فاليانسون هيبقى حلو بالنسبة لهم، فهيعمل مهدي وهيعمل مسكن كمان للألم. تالت حاجة عندي في الاعشاب هي الكركم. ده اسم الكركم اهو، ده اسمه. الكركم حلو جدا للقولون العصبي، وبيقلل الام البطن. وميزه الكركم ان احنا ممكن نستخدمه في الاكل، نحط منه ربع معلقه كده او نص معلقه في الاكل، هتساعد القولون ان هو تهدي القولون. بعد كده اللي عندي هو الجنزبيل. طبعا الجنزبيل معروف ان هو ممتاز جدا للقولون وكل مشاكل البطن. الجنزبيل بيعمل علاج لالتهاب القولون، وبيعمل تهدئة للامعاء، وبيعمل علاج للمعدة وتخفيف تقلصات والمغص بتاعها، وبيعمل مضاد للخلايا السرطانية، وان هو يعني يمنحها من ان هي تنتشر، وتحديدا سرطان القولون. وبينظف المعدة والامعاء من بقايا الاطعمة العالقة فيها، وطبعا بيسرع معايا عملية الهضم وادارة العصارة الصفراء اللي هي العصارة الهضمية، وبيعمل طرد للغازات من القولون، وبيعالج الانتفاخ، وبيعمل استرخاء لعضلات القولون والامعاء. والجنزبيل من الحاجات اللي انتي برضو لو حطيتي منه معلقة صغيرة في كل الاكل بتاعك مش هتحسي بطعمه، وهيعمل معاكي تهدئة للقولون. وطبعا الافضل ان تجيبي اللي هو الجنزبيل فريش تشربوه، لكن لو انتم مش بتحبوه يبقى خلاص الحل البودر اللي تحطيه في الاكل، فطعمه مش هيبان. بعد كده عندي الحاجة رقم خمسة، هي القرفة او السينابون. القرفة مفيدة جدا في علاج حاجات كتير، منها نزلات البرد وتخفيف الام الدورة الشهرية، وبيخفف الانتفاخ البطن، وبيقلل الغازات، وبيحسن الهضم، وبيقلل الغثيان لو في حالة في غثيان. والقرفة فيها مادة بتعمل تسكين، بتعمل مسكن للألام بتاعة القولون، فبتهدي القولون وبتقلل عسر الهضم. ونفس الكلام القرفة الأفضل ان تجيبوها عيدان وتشربوها عيدان، بتبقى طبعا فريش وبتبقى لسه الفايدة بتاعتها أكبر. لكن لو مش بتحبوا طعمها نفس الفكرة بالضبط. أنا في كل الأكل تقريبا بحط معلقة صغيرة من الجنزبيل، ومعلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة يعني نص ونص نص، نص معلقة من كل حاجة، ومن الكاري الكركم سوري، وخصوصا الحاجات اللي فيها تتبيله، فكده ولا كده مش هتبان طعمها. طبعا في حاجات ما ينفعش نحط فيها كده، يعني اكيد مش بحط كده في الرز. طبعا في حاجات ينفع وفي حاجات ما ينفعش.
اللي عندي بعد كده طبعا الكمون، كلكم عارفين الكمون طبعا مشهور جدا، وانا ما صورتوش بس عشان هو معروف ومشهور، انا صورت الحاجات اللي شويه ممكن اسميها تبقى مش معروفه زي اليانسون، في ناس ما تعرفش اسمه، والكركم نفس الكلام. اخر حاجه حابه اكلمكم عنها في الاعشاب هو الاختراع ده، اللي هو الاسم ده، خلي بالكم من الاسم اهو، انا جايبه لكم منه نوعين، نوع ورق ليفز ونوع جراوندد اللي هو المطحون. ده اللي هو ايه، ده البردقوش. البردقوش ده يعني عشبه سحريه، بيعمل حل مشاكل كتير جدا جدا جدا. البردقوش مثل ان هو مصدر كويس لمضادات الاكسده، مضادات الاكسده دي بتساعد على تقليل خطر تلف خلايا الجسم، ومصدر جيد للفيتامينات والمعادن زي في فيتامين الف وفي فيتامين كاف وفي فيتامين سي وفي بوتاسيوم، والبوتاسيوم ده بيعمل على تنظيم ضغط الدم، يعني لو عندكم مشاكل في الضغط تشربوا منه. وفي مغنيسيوم، المنجنيز سوري، منجنيز بينظم وظائف الدماغ والاعصاب، وفي مغنيسيوم برضو. البردقوش من الحاجات اللي بيعملها ان هو بيعالج السعال، الكحه، نزلات البرد، والام البطن، والحصاوي بتاعه المراره، والم الراس. هو حلو جدا للصداع، والصداع اللي هو النصفي او الشقي، وهو برضو بيعالج امراض الكلى وامراض العضلات والاعصاب، عسر الهضم وقلة النوم والأرق. ومن أهم الحاجات المشهور بيها البردقوش إن هو بينظم الدورة الشهرية وبيحافظ على توازن الهرمونات. بالنسبة لأي حد عنده مشاكل في الهرمونات هو حلو جدا للهرمونات. نيجي بقى بالنسبة للقولون، هو بيعمل إيه للقولون؟ هو بيعزز إفراز الإنزيمات الهاضمة، يعني الإنزيمات اللي بتستخدم في الهضم هو بيعززها في الجهاز الهضمي، وبيساعد على الهضم طبعا، بيساعد على الهضم وبيخفف من التقلصات، لما بيسرع عملية الهضم معايا التقلصات بتقل، وبيساهم في علاج المغص وتخفيف الغازات. البردقوش انا جربته من الحاجات اللي فعلا ريحتني جدا كمشروب، ممكن تشربوا منه كوبايتين في اليوم، وحاول ما تكتروش عن كده، كل الاعشاب دي ما ينفعش نشرب منها اكتر من كده، ونوعوا، بلاش تشربوا نوع واحد هو على طول عشان ما يعملش مشاكل في المعده. ده كان كلامي عن الاعشاب. نيجي بقى لو عايزين تشتروا علاج ينفع مع القولون والانتفاخ ومشاكل القولون والحاجات، العلاج ده عايزينه يبقى اون شيلف يعني من غير كشف وكده، عندي النوعين دول، كل واحد بيعمل حاجه. عندي ده جاز اكس، باين عليه من اسمه، هو جواه الماده دي مشهوره، و اهو مكتوب عليه ريليف جاز فاست، باين من اسمه يعني. والتاني اسمه كولون هيلث، يعني صحة القولون، بيلي اللي هي المادة دي. هنشوف مع بعض كل واحد فيهم بيعمل ايه وايه مميزات كل واحد فيهم. عندي الجاز اكس ده هو بيعالج البلوتينج، يعني الامتلاء واحساس الامتلاء والانتفاخ يعني، والغازات اللي بتبقى موجودة نتيجة القولون وعدم يعني الهضم بسهولة. ده اللي بيعمله جاز اكس، لان هو فيه الماده دي هي ماده مسؤوله عن تخفيف الانتفاخ والالام بسبب كميه الغازات الكبيره اللي في المعده. الجاز اكس فيه منه 3 تركيزات، في تركيز اسمه اكسترا، ده اسمه الترا، عندي اكسترا ده ممكن تاخدي منه 4 حبات في اليوم. بعدين عندك ده الترا، ده بيتاخد منه حبيتين بس في اليوم، اللي هو التركيز بتاعه 180. في بعد كده اسمه ماكسيمم، ده اعلى حاجه تركيزه 250، ينفع ناخد منه 2 بس في اليوم. ده بالنسبه للي متعود على مثلا ديسفلاتيل والحاجات بتاعه الانتفاخ، هيبقى نفس الفكره بتاعته. نيجي لده، ده بجد اختراع، ده انا جبته من على الشلف وسالت عليه دكتور هنا وشكر لي فيه وقال لي ان هو حلو. زي ما انتم شايفين هو مكتوب عليه 4 في 1، بيعالج الجاز والبلوتينج واللي هو الامساك والدوريه الاسهال، بيعالج يعني تقريبا جميع مشاكل القولون. هو شغال على فكره محدده، فكره الماده دي ان انت كده احنا الماده دي اصلا اوريدي هو بيفرزها القولون مع ثلاث انواع تانيين من البكتيريا، مع نوعين تانيين، القولون بيفرز 3 انواع بكتيريا، هو دي ماده منهم، بيفرزها علشان خاطر ايه، صحه القولون، وان هو يخلي القولون هادي ويعمل شغله الطبيعي. فلما بيبقى في توتر او بيبقى القولون قايم عليكي بيبقى المواد دي قليله، فهو ده اللي بيعمل مشاكل اكتر كمان. فانت لما بتديله اللي هو كبسوله من ده يومين، هي بتاخد كبسوله واحده بس، انت اديتيله الماده دي وساعدتيه ان هو
ان انت تهديه وان هو يشتغل بطريقه سهله. احلى حاجه فيه ان هو كبسوله واحده بس في اليوم، يعني مش هننسى او كده، هي واحده بس في اليوم. انا فعلا كان عندي مشاكل كبيره وكنت كشفه، وحتى الدكتور ما كتبليش علاج مفيد، ورحت دورت بنفسي على الشيلف ولقيت لفت نظري الاسم ودورت عليه، لقيت واخد ريفيوهات عاليه جدا سواء كان على امازون او على ويلمارت، فجبته. وبعدين سالت الدكتور بتاعي قال لي خديه، ولما اخدته فعلا هو ممتاز، حتى لما بكون اكل حاجات بتتعب القولون هو حلو جدا. زي ما انتم شايفين اهو، هو 30 حباية، كنت جايباه ب$13، هتلاقوه على الشلف في ويلمارت. انا جبته من على الشلف في ويلمارت، لكن على امازون هتلاقوه اغلى من كده. يبقى لو انتم بتدوروا على دواء وحالتكم شوية، في ناس اعشابها ما بتنفعش معاها لاني حالتها شوية متطورة زي انا، فانصحكم صراحة بده، فعلا حلو جدا، كمان احلى من الجاز اكس. لو هو يعني لو في ناس عندها مشاكل في القولون اللي هي الحاجات دي، خلاص يجيبوا ده. لو هو المشاكل خفيفة مفيش، بس اللي هو الغازات او الامتلاء، خلاص يبقى هاتوا الجاز اكس. شوف بقى كل واحد على حسب احتياجه. مع البردقوش انصحكم جدا بالبردقوش، انا لسه مكتشفاه حديثا، وانا قصدي اهو اوريكم الاسم، وجايباه من عند لويس عنده جميع التوابل باسعار حلوة جدا، وخصوصا البردقوش ده يعني في منه نوعين زي ما انتم شايفين. دي كانت كل معلوماتي عن القولون، ودي حاجات اللي انا ارتحت عليها الحمد لله، وحبيت افيدكم بالمعلومات دي لاني بشوف ناس كتير بتدور في نفس الموضوع، وانا محبيتش اتكلم غير وانا واثقه من معلوماتي ومجربه كل حاجه بنفسي، عشان تبقى استفاده للكل على حق، ودي شهادة حق انا بشهدها. دي كانت تجربتي النهاردة، يا رب تكون تجربة مفيدة بالنسبة لكم، واكون عرفتكم معلومة جديدة مكنتوش تعرفوها. ومتنسونيش بقى من لايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.